السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بقرأ في سورة الإسراء وفي التفسير بتاع مصحف القادسية، مختصر تفسير إمام الأئمة الإمام الطبري. ففي التفسير ده مختصر، ففي تفسير سورة الإسراء الآية 3، هو قال في الآية 3. إحنا قبل ما نقول الآية 3 هنقول السورة بتقول إيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد إحنا الثلاث آيات الأولانيين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. دي أول آية، وأول آية بتتكلم عن مين؟ عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. دي أول آية. الآية الثانية، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الآية التانية بتتكلم عن سيدنا موسى اللي هو ممثل بني إسرائيل. لما تيجي تفكر في الآية دي والآية دي هتلاقي إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من سلالة سيدنا إسماعيل أو من ذرية سيدنا إسماعيل. طيب، وسيدنا موسى من بني إسرائيل فهو من ذرية سيدنا إسحاق. طب إسماعيل وإسحاق ولاد مين؟ ولاد سيدنا إبراهيم. يبقى لو جمعناهم الاتنين مع بعضهم هيدونا إيه؟ هيكونوا من ذرية واحدة، رغم إن ذرية إبراهيم بتنقسم إلى ذريتين اللي هي ذرية إسماعيل وذرية إسحاق عليهم السلام كلهم. فذرية إسماعيل جت في الآخر بخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، وذرية إسحاق جت بآل عمران اللي آخرهم سيدنا عيسى عليه السلام اللي هو عيسى ابن مريم، لكن مش من بني إسرائيل لأنه خلق آخر. فنيجي للآية الثالثة بتقول إيه؟ يبقى الآية الأولى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الآية الثالثة، ذرية من حملنا مع نوح. يبقى ذرية من حملنا مع نوح، الكلام بتقال على مين؟ على الاتنين اللي فاتوا. بتتكلم على ذرية سيدنا إسماعيل وذرية سيدنا إسحاق، الاتنين مع بعضهم طالعين من فين؟ من ذرية سيدنا إبراهيم، يعني طالعين من ذرية سيدنا إبراهيم، يعني الاتنين أبناء سيدنا إبراهيم. فالاتنين أبناء سيدنا إبراهيم يعني ذرية واحدة لسيدنا إبراهيم. يبقى إسماعيل وإسحاق أساسا هم من ذرية سيدنا إبراهيم. فلذلك جاءت الآية الثالثة ذرية بالمفرد اللي هي على سيدنا إبراهيم، ذرية من حملنا مع نوح. يبقى سيدنا إبراهيم جاي من مين؟ جاي من اللي كانوا راكبين المركب مع سيدنا نوح. إنه كان عبدا شكورا. هنا إنه كان عبدا شكورا تعود على مين؟ على سيدنا نوح. ذرية من حملنا مع نوح، يبقى نوح ملوش ذرية. هنا الذرية مين؟ هنا الذرية ذرية من حملنا مع نوح اللي هي ذرية سيدنا إبراهيم. لكن ذرية سيدنا إبراهيم اتقسمت لذرية سيدنا إسماعيل جزء، والجزء الثاني ذرية بني إسرائيل أو ذرية سيدنا إسحاق اللي هي جابت في الآخر يعقوب، وبعد يعقوب بني إسرائيل. ومثل ذرية إسحاق في سيدنا موسى، ومثل ذرية إسماعيل في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فجمع الجزئين، جزء ذرية إسماعيل وجزء ذرية إسحاق، جمعهم في كلمة واحدة اللي هي ذرية من حملنا، اللي هي ذرية سيدنا إبراهيم اللي هو جه من أحد الذراري
الموجودة على الفلك مع نوح، لأن كان مع نوح 40 تقريبا أو 80 ست راجل مع بعضهم، كونوا لنا 40 أسرة ولا 20 أسرة ولا 15 أسرة، قد ما كونوا العدد ده كل أسرة جابت لنا ذرية. من أحد الذريات دي أو الذراري دي، من واحدة منهم جالنا سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم انقسمت ذريته، ذرية راحت اتجاه العرب، ذرية راحت ايه او جزء راح اتجاه العرب، وجزء راح ليه لبني اسرائيل. يبقى هنا الموضوع نهائيا نوح ملوش ذرية، دول جاي كانوا راكبين المركب مع مين؟ مع نوح. دي الآية كده. لما تيجي للتفسير بتاع الإمام الطبري، في هنا هنلاقي في الآية الثالثة على طول، الآية رقم ثلاثة قال ايه؟ رقم ثلاثة قال ذرية من حملنا مع نوح، بمعنى يا ذرية من حملنا. والناس أجمعون من ذرية نوح. لما تيجي تلاقي التفسير ده تلاقيه بعيد عن الآية خالص وملوش علاقة بالثلاث آيات. هنا قال لك يا ذرية من حملنا مع نوح، وهنا يا نداء، يا ذرية من حملنا مع نوح. طب فين يا أساسا؟ هتقول لي مستتر ولا عطا؟ لكن لما تيجي تفهم سياق الآية، الآيات السابقة واحدة بتتكلم عن سيدنا محمد اللي هي ذرية سيدنا إسماعيل، والتانية بتتكلم عن سيدنا موسى اللي هي ذرية سيدنا إسحاق، والاتنين مع بعضين بيصبوا لنا في ذرية سيدنا إبراهيم ذرية واحدة. فلما يجي في الآية التالتة يقول ذرية من حملنا، هو يقصد ذرية سيدنا إبراهيم اللي هي منقسمة لإسماعيل وإسحاق، اللي جاب مكان إسحاق جاب لنا موسى، واللي جاب مكان إسماعيل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما فيش يا ذرية من حملنا مع نوح، ذرية من حملنا مع نوح. طيب فهنا في التفسير قال لك لا، قال لك ايه؟ يا ذرية من حملنا، وبعدين قال لك والناس أجمعون من ذرية نوح. طب لو الناس أجمعون من ذرية نوح كان جه في الآية نفسها وقال لك ذرية من حملنا مع نوح، كان قال لك ذرية نوح. طب من حملنا مع نوح يعني بتكلم على واحد جنبه ولا المثل الأعلى؟ بتكلمش على نوح نفسه، من حملنا مع نوح الناس اللي معاه. فتيجي تقول لي لا هو بتكلم على نوح نفسه؟ طبعا لا. فأنا بحبيت أبين. فهنا جمع ذرية إبراهيم الجزئين، لما تيجي عادي نشوفهم في آية تانية فرقهم في آية تانية اللي هي في سورة آل عمران. قدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.